طبابة ألف مع سامي البيروتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من عيادتكم المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد للخميس من الساعة 1 إلى 2 الظهر. اسمعنا وتعرف على موضوعنا أكيد من خلال الراديو مباشرة، أو حمل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو بلاي ستور، أو زورنا على موقعنا على www.alifalifafm.com. لو حاب تشاركنا في موضوع اليوم، تطرح أي سؤال أو استفسار على ضيفنا في طبابة ألف اليوم، تقدر تتواصل معنا من خلال الاتصال على 012-61-61-100 012-17-85-85. وأكيد كمان تقدر تشاركنا استفساراتك أو مشاركاتك من خلال الاسم اس على STC851040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13، أو شاركنا أيضا من خلال هاشتاغ طبابة ألف على تويتر. لا يخفى على الجميع قديش الأنف أهمية جمالية ووظيفية في وجه الإنسان، ومع التطور الكبير في مجالات الجراحات التجميلية اليوم قررنا في طبابة ألف أنه نفتح موضوع تجميل الأنف، ونقول لكم على تفاصيل مهمة جدا في موضوعنا اليوم عن تجميل الأنف. إن شاء الله تستمتعوا صراحة معنا اليوم وتستفيدوا من هذه الساعة معي أنا ومع ضيفنا المميز لليوم دكتور عبد الكريم الفدا، استشاري جراحة تجميل الوجه والأنف واستشاري الأذن والأنف والحنجرة. مساء الخير دكتور عبد الكريم. مساء الخيرات، وأنا سهلا فيك يا سامية، أسأل الله أن ربنا يجعله كده لقاء جميل وخفيف على المستمعين كلهم، وأهلا بذاعاتكم الجميلة اللي دائما يعني أثرتنا وأكرمتنا بأن أنا أكون ضيف عندكم إن شاء الله. يا هلا فيك دكتور عبد الكريم. طبعا موضوع تجميل الأنف موضوع كبير جدا، وأكيد كثير من المستمعين حابين يعرفوا أكيد تفاصيل أيضا كثيرة على الموضوع هذا. صحيح. فبداية دكتور خلينا نتكلم في الأنف بشكل عام، تركيبة الأنف من الداخل عبارة عن إيش؟ طيب خلينا أول شيء كده قبل ما أوصف الأنف، سبحان الله يعني في دراسة أجروها على العين وجدوا أنه العين أول حاجة تشوفها في الوجه لأنها هي أقرب شيء للعين هو الأنف، وبعد كده تجي العين في العين. About 80% إلى 85% من الناس أول حاجة تقع عليها الأنف، مش إنه تقع التفاصيل الأنف، هو الشيء الأقرب في الوجه، وهو أبرز عضو موجود في وجه الإنسان، والوظائف اللي ربنا أعطانا إياها في الأنف عجيبة. تركيبة البسيطة للأنف هي تركيبة بسيطة جدا، عبارة عن عظمتين وهي في أعلى الأنف، وتلويها غضروفين في منطقة المنتصف، ثم ما تسمى بالأرنبة، أنا أشبهها بجناحين الطائر أو الصقر مع قدمين. هذه الأرنبة لو كان الجناح مفروض يبان الأنف عريض، لو كان الجناح ملموم يبان الأنف أسخر. كل هذه مغطاة بعضلات بأعصاب وبشرايين وأوردة، واللهم صل على محمد في النهاية بجلد. تمام، هذه بالنسبة لتركيبته من الداخل. طيب دكتور عبد الكريم، هل نقدر نقول إنه الأنف هذا العضو تحديدا هو عضو موحد عند الجميع؟ سؤال جميل جدا صراحة. يعني يعتقد الناس كثيرين إنه الأنوف هي موجودة، هي طبعا تركيبة نعم نفس التركيبة، لكن حقيقة في التركيب التشريحي للأنف يختلف باختلاف الأصول العرقية. يعني إحنا لو شفنا الأنف العربي سبحان الله لين ميزاته وشكله والأيدنتيتي تبعه يختلف تماما عن الأنف الأوروبي، عن الأنف الإفريقي، عن الأنف الشرق آسيوي أو لما يسمى بالأندونوسي الجاوي، تختلف تماما وتختلف في اندماجها مع الوجه. في دراسة تركيب صور وجدوا أنه الأنف العربي لا يتناسب مع بعض الوجه، والأنف الأوروبي لا يتناسب مع الوجه الأفريقي،
سبحان الله، الله خلقنا في أحسن تكوين، وخلقكم فأحسن أو صوركم فأحسن صوركم. هو لكل أنف ميزته، كل أنف شكله. يعني بخصوص الموضوع، لو إحنا يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لو أضرب مثل بسيط، سيارات لو قلت إيش السيارة، كيف السيارة عبارة عن أربع أبواب وسقف وشبابيك وما إلى ذلك. فنفس الشيء بالنسبة للأنف، لكن كل أنف له تشريح. تمام. بالنسبة للمشاكل، مشاكل جوة الأنف قد تكون داخلية، قد تكون خارجية، قد تكون الاثنين مع بعض. جميل، جميل جدا دكتور عبد الكريم. طب حضرتك أيضا دكتور تجمع بين تخصصين مهمة جدا أكيد، اللي هي جراحة تجميل وجه وأنف، وأيضا تخصص أنف أذن وحنجرة. كيف تجمع بين هذه التخصصين في عملك؟ نعم، هي أنا بدأت أول دراستي برغبة، يعني حاطت في بالي أني يعني أنا أدخل على الجزء جراحة تجميل وجه، جراحة الأنف وأذن وحنجرة. جراحة الآن الطب صار يتقسم، يعني بتقولي طب باطنة، في طب باطنة قلب، طب باطنة أمعاء، طب باطنة كبد. يعني كذلك الأنف والأذن والحنجرة الآن صار تحتها 6 تخصصات: جراحة تجميل الوجه، جراحة أورام الرأس والرقبة، جراحة مشاكل الإذن، المندوار ومشاكل داخلية وزراعة القوقعة، جراحة البلعوم وكل ما يتعلق بالصوتيات وهذه. فكثرت عندنا تخصصات تسمى تخصصات دقيقة. الحمد لله أمضيت فترة يعني كافية في التدريب إلى ما يعادل أني أخذ زمالة أخرى في جراحة تجميل الوجه. باختصار كده، لو إحنا عندنا مهندس معماري إنشائي سوى البناية يعني من الداخل والخارج، واحتجت إلى مهندس ديكور يجي عشان يعطيك اللمسات الأخيرة، فهذا المهندس المعماري قرر أنه يدرس ديكور عشان يعمل المنظومة بتصور واحد. هذا التخصص اللي ربي أكرمني فيه، أني أعمل تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة 5 سنوات حتى أعرف وظائف الأنف من الداخل، وكيف ممكن علاج المشاكل التنفسية والعضوية الداخلية أو الوظيفية. بعد ذلك خلصت التخصص الثاني في جراحة تجميل الأنف والوجه، ثم نعرف كيف ممكن نجمل الأنف من الخارج بحيث أن احنا نعالج المشكلة الداخلية والخارجية الوظيفية والشكلية الخاصية. جميل جدا دكتور عبد الكريم، أكيد ورح نكمل موضوعنا معاك أكيد مع مستمعينا لليوم في طبابة ألف. لسه كثير من التفاصيل رح يعرفوها، لكن بعد الفاصل مستمعينا فاصل بسيط من طبابة ألف، خليكم مع السماع. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا أهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، مكملين موضوعنا لليوم عن تجميل الأنف مع ضيفنا الدكتور عبد الكريم فدا، استشاري جراحة تجميل الوجه والأنف، واستشاري أذن وأنف وأنف عفوا وحنجرة. مساء الخير من جديد دكتور عبد الكريم، نورنا في الاستوديو. يا هلا، مساء الخيرات. طبعا قبل الفاصل تكلمنا بالنسبة لموضوع التخصصين اللي عند حضرتك، وهل الأنف موحد عند الجميع وتركيبة الأنف من الداخل. خلينا الآن ننتقل لموضوع الانتشار مؤخرا دكتور عبد الكريم. السيدات توجههم في، أو بشكل عام السيدات والرجال توجههم في عمليات التجميل، يعتبر أكثر جمالي الموضوع ولا أيضا في مشاكل مثل خلل وظيفي وإلى آخره؟ طيب خلينا نعرف أنه حسب الدراسات العالمية في أمريكا، أنه عملية تجميل الأنف تعتبر ثاني أكثر عملية انتشاراً بعد شفط الدهون. ربما الدراسة هذه كانت قديمة، ربما في دراسة حديثة أنا ما عندي علم فيها. فالعملية تتكون من شقين، الشق الأول هو وهو الأهم هو تحسين مجرى التنفس. أحيانا يكون عندنا انحراف في الحاجز الأنفي، أحيانا يكون عندنا سقوط في الغضاريف الخارجية على الداخل فعامل ضيق، وعندنا ربنا خلقنا صمامات للأنف عجيبة. صمام زي ما في صمام في القلب، في صمام في الأنف. هذا الصمام هو اللي يعني موصول بعصب صغير يشعر الدماغ كم كمية الأكسجين اللي بيوصلنا في الرئة. يعني على فرض لو المستمعين معايا الآن، خذوا نفس عميق مع بعض، خذوا نفس كده، في النفس اللي بتاخذيه هذا الصوت اللي بتسمعيه هو احتكاك الهواء في الغشاء المخاطي، بيوصل سيجنال للدماغ
أنه ترى دخلت في الرئة مقدار 500 يعني ملي من الهواء. تمام. لو قفلنا أنفنا، قفلنا كلنا أنوفنا وخدنا نفس الهواء بنفس الكمية من الأنف وحتوصل للرئة، نحس بكتمة لأنه ما وصلت الإشارات إلى الدماغ بأنه كمية الأكسجين المفروض تدخل. يعني المفروض إحنا إنسان obligatory nasal breather، يعني طبيعي أنه نتنفس من أنفه مش من فمه. يحس بكتمة لو أننا نتنفسنا من فمنا. سبحان الله تركيبة الأنف تركيبة عجيبة. يعني من الأشياء الثانية المهمة في الأنف اللي نحن ما نعرفها أنه هو مش بس فلتر للهواء من الغبار، ومن هو فلتر حتى ومنظم لدرجة الحرارة. احنا كنت في كندا، كنت اخرج من بيتي يعني درجة حرارة يمكن فوق 20 الى ماينس 40. في هذه اللحظات لو ربنا مو حاطط تركيبة معينة عند الانسان لتحويل درجة الحرارة وتأقلم درجة، كانت رئتي صار لها فريزنج يعني ثلج. يعني التركيبة الانف لازم احنا نحترمها. بعض الناس ما عندهم علم، يبغوا يسووا عملية واثنين وثلاثة على اعتقاد انه يعني انا ممكن في كل عملية حيكون افضل. واحيانا يكون هذا بسبب حاجة اسمها body dysmorphic disorder اللي هو التشوه او التشتت الذهني عن الشكل. انت بتشوفي في نفسك مشكلة الناس مو شايفينها. ومن الناس احسن مثال لهذا الموضوع مايكل جاكسون، انتهى بالمقال انه من كتر ما عمل عمليات 8 عمليات ما صارت فيه أنسجة داخلية، كلها عبارة عن تليفات. كنا نشوفه في الفترة الأخيرة لابس كمامات على طول لأنه بسهولة يصاب بأي عدوى، أي زكمة، أي التهابات بسبب تكرار العمليات. فأنا أحذر الأخوات رغم أني أنا طبيب تجميل أنف، إذا أنت ما تحتاجي، إذا ربنا خلقنا يعني في صورة جميلة لا تسوي العملية. إذا كان في تجانس ما بين وجهك وأنفك لا تسوي العملية. إذا كانت في حاجة شرعية يعني وظيفية وشكلية، والله صارت لك إصابة، عندك ورم، عندك مشكلة كبيرة في الأنف، إيه ممكن نتدخل ونعمل الاثنين مع بعض. أما ما عندك مشكلة، والله عندي نتوء، عندي حبة صغير، أنا بس لو أعمل كده. هذه من أكثر الأشياء اللي تؤدي إلى مشاكل. والكلمة المؤلمة اللي بشوفها كل يوم في عيادتي، دكتور شوف كيف صورتي، كان أنفي جميل وسويت عملية، مدري مين لعب في مخي، أنا لعب في مخ نفسي وانتهيت بهذه النتيجة. بس أباك ترجع لي أنفي الأولاني اللي ربنا خلقني، فتحس بندم على العملية. لذلك أنا مع العملية إذا كانت في حاجة، إذا ما في حاجة أنا ضد العملية. ضد العملية، جميل جدا. طيب مؤخرا أو خلينا نقول قديما، في لما كان ينفتح موضوع تجميل الأنف والأخيري جراحيا، كان كل التركيز مصوب على عملية تجميل الأنف بشكل جراحي. لكن مؤخرا صرنا نسمع صيحات كثيرة لتجميل الأنف الغير جراحية، مثل فيلر الأنف، الخيوط التجميلية. خلينا نبدأها بواحدة واحدة دكتور عبد الكريم. خلينا نمسك موضوع فيلر الأنف، عشان أنا حتى شخصيا سامية عندي علامات استفهام كبيرة على هذا الموضوع. لما أشوف بصراحة كثير من البنات بيكون عندها مثلا حابة تعدل شيء بسيط في خشمها، فتقوم تروح مثلا لطبيب جلدية أو تجميل وإلى آخره وتعدل هذا الشيء. يعني بفكر مع نفسي إنه هل ممكن يكون طب في منه ضرر على المدى البعيد، لأنه في النهاية فيلر ويعني من حط في مكان ما أعرفه مناسب مو مناسب والآخر. فأبغاك تصحح لي كل هذه المفاهيم، لي طبعا ولكل اللي بيسمعونا الآن. طيب كثير من الناس يسعوا إلى وجود فكرة، وجود بديل أسهل وربما أرخص لعمليات تجميل. لو احنا كده فكرنا في التركيبة التشريحية للأنف الداخلية والخارجية والوظائف اللي ربنا حبانا بيها بهذا الأنف، وعرفنا انه والله احنا كجراحين يتطلب منا اننا نرفع الجلد ونرفع العضلات ونحرك الغضاريف وعدد تركيبها وياخذ مننا فوق الساعة، نفهم انه مستحيل بإبرة فيلر نعدل. الفيلر بتعمل كوموفلاج، تعمل تمويه، لو عندك انحراف تحطي من الجهة الثانية تعمل تمويه. الفكرة الغلط السائدة إنه والله لو من أعمل أنا الفيلر أنفي حيصغر، الأنف ما حيصغر. لو عملنا فيلر للشفاة حتكبر، لو عملنا فيلر للخدود حيكبر. هذه الفكرة، الأنف حيكبر بالفيلر. اسمه فيلر بالعربي يعني تعبئة. تمام. إذا أنت عبيتي أنفك ربما شكليا عدلت الانحراف، لكن داخليا أنت ما عدلت شيء. المشكلة الثانية في موضوع الفيلر، لو حقن في أرنبة الأنف، لما يحقن في أرنبة الأنف، الأرنبة متكونة من غضروفين متصلين ببعض بروابط بسيطة جدا هي اللي ماسكة الأرنبة.
لما تحط الفيلر تتقطع الروابط هذه. ينحط الفيلر وهو جل، فيعطيك إحساس أن الأنف واقف شوية، بعد فترة يروح الفيلر يصير الأنف أسوأ من أول، وحتى بالفيلر في المرة الثانية ما حينجح. فهي ربما يعني هم بيهيئوهم عشان يسووا عمليات بوضع الفيلر في مقدمة الأنف. غير كذا أنا دائما أتكلم عن الخطورة. عندنا أوعية صغيرة جدا تجي من الشفة طالعة على الأنف، هذه من الأوعية اللي ممكن تتأثر بوجود الفيلر، سواء دخول الفيلر داخلها أو ضغط الفيلر عليها. ولو دخلتوا على الإنترنت، أنا ما حقول أنا ولا ربما يزعلوا بعض الزملاء، واحترامي للكل، أنا من ضد أحد، لكن هذه رسالة وهذه أمانة أحبب أوصلها. لو دخلنا على الإنترنت وكتبنا مضاعفات الفيلر في الأنف واضغطوا على اللينك بالصور، هتشوف المضاعفات. من هنا الواحد يعني يتعلم إيش ممكن يعرف إسمه. فعلا نعم. يعني أنا على بطريقة شخصية كنت أسمع أنه ممكن على المدى البعيد يذوب الغضاريف، ممكن يكون لي يعني مساوئ على المدى البعيد فعلا يعني، فكنت أستغرب من اتجاه نقول السيدات يمكن أكثر من رجال في هذا الموضوع. طيب، تقنية أخرى أيضا حديثة وترند مؤخرا، خيوط الأنف. فخيوط الأنف هل نقدر نقول لها فعالية؟ هل كمان نقدر نقول لها سلبيات على المدى البعيد؟ طيب، تقنية الخيوط هي عبارة عن خيط في مجموعة عقد، فهم يدخل الخيط من مقدمة الأنف ووصلوا لأعلى الأنف. لو عرفنا أن الروابط ما بين الغضاريف قوية جدا، والروابط ما بين الغضاريف والعظام قوية جدا جدا، وأنه إحنا يتطلب منا يعني عملية تشريح مكثفة حتى نفصل بين هذه الروابط أو نرفع غضروف إلى منطقة معينة اللي هو رفع الأرنبة أو ما إلى ذلك، استوعبنا تماما أنه الخيط هذا ما حيسوي شيء. ولو كان هذا الخيط فعال، أنا أول إنسان أبغى أجري عمليات تجميل أنف الخيوط، لأن أنا أبغى أتحاشى مضاعفات العملية ومشاكل العملية. أنا أجزم تماما مشاكل غير المشاكل عدم فعالية تجميل أنف الخيوط. ربما الكل يبحث عن موجة جديدة، وهذا في الطب التجميلي، خيوط أنف، خيوط الذهب، خيوط الفضة، خيوط الألماس، ناس يجروا وراء الموجة، زي لما كانت قبل 7 سنوات موجة الكافيار بالنسبة للبشرة، جلسات الذهب بالنسبة للبشرة، صحيح، وأثبتت عدم فعاليتها. كنت أنا أول المعارضين لهذا الموضوع، لأنه الذهب عشان تحطيه على جسمك، كنت تحطيه على يدك ساعة ذهب أو إسورة ذهب، ما حيتغير جلدك مدى الحياة، فحطيتيه على بشرتك لن يمتص من قبل الجلد ويعاد تركيب البشرة. كذلك الكافيار مادة دهنية ثقيلة لا يمكن أن تمتص من قبل البشرة، هي مجرد أن يحطوا كافيار وحطوا معه شوية كورتيزون، والفعل المفعول الحقيقي الكورتيزون وليس الكافيار. جميل جدا دكتور عبد الكريم. نروح على اتصال فاطمة، حابة تطرح عليك سؤالها. مساء الخير يا فاطمة. مساءك ورد، كيف حالكم؟ يا هلا وسهلا، تفضلي. الله يسعدكم يا رب. دكتور، بعد إذنك، في فتحات الأنف واحدة مفتوحة يعني مسدودة يعني خبطة، في إصابة يعني. أيوة تمام. يعني في واحدة تقدر تتنفس منها والثانية لا، يعني لو أبغى أسوي العملية كيف؟ طيب، طبعا يعني أنا دائما أقول لأي تشخيص، إحنا أطباء تعلمنا أن نأخذ تاريخ صحي كامل، نفحص المريض من الداخل ومن الخارج، نشوف الأنف وبعدين نفحصه من الخارج ونشوف إيش المشاكل. لو احتجنا أحيانا نعمل أشعة، نعمل أشعة وبناء عليه نوصل للتشخيص. يعني مو على طول تبدأ تسوي عملية وخلاص، يعني أهم شيء أنه مثلا أنه خلاص تبدا تصير هذه عمليه، الواحد بيسوي عمليه وخلاص. ربما يكون مجرد تضخم في، خلينا اقول لك، خلينا نبسط الانسداد. انسداد أيوه؟ الانف احد 3 مشاكل رئيسيه، اما انحراف في الحاجز الانفي اللي هو زي كانه باب مغلق ويكون عاده في جهه او جهتين، او وجود اغشيه مخاطيه. الناس اللي عندهم حساسيه، 80% من الشعب صار عنده حساسيه بسبب البليوشن، بسبب التلوثات الموجوده، او الاثنين مع بعض. إذا كانت حساسية فعلاجها الدواء، شوية بخاخات ونتابع مع الدكتور. لو كانت انحراف الحاجز الأنفي تحتاج عملية تعديل الحاجز الأنفي بدون تغيير شكل الأنف، تكون من الداخل أو بالمنظار. ولو كانوا الاثنين مع بعض معناته نحتاج نسوي عملية ونعمل تعديل. في نقطة بس بحب أنوع عنها،
في حاجة اسمها نيزل سايكل بريذنج، يعني الدورة التنفسية من خلال الأنف. ربنا أعطانا أننا نتنفس من الأنف اليمين 3 ساعات، ثم نتنفس من الأنف اليسار 3 ساعات، بينهم نص ساعة الاثنين يقفلوا ونص ساعة الاثنين يفتحوا مع بعض. وقليل من الناس اللي عندهم هذا الحس يقول لك أنا أتنفس مرة من اليمين من اليمين. ما إذا كنت أنت تتنفسي كده فأنت سليمة، ما عندك مشكلة. المشكلة تكون لما تحسي أنك أنت ما بتتنفسي من نقطة معينة بشكل دائم مستديم. وكمان بعد إذنك استفسار تاني، اللي يكون عنده اللحمية هذه وما مرة ما يقدر ينام، يعني تحسه نايم جالس وهو مسدوح يحط المخدات يعني ورا ظهره عشان يكون نايم ما يقدر. نعم. اللحمية مرة تكون يعني كاتمة عليه، ولما يشيلوها ترجع تاني مرة تانية. يا سلام، هذه يسموها زوائد لحمية. كلمة لحميات كثير عندنا، هذه زوائد لحمية، وعادة تكون نتيجة يعني أنه إنسان هذا عنده مصاب بأمراض في الجيوب الأنفية، تحتاج إلى علاج وأحيانا تدخل جراحي، ولكن العلاج يكون مدى العمر. زي الإنسان اللي عنده مشكلة زوائد يعني لحمية في القولون يبغى له علاج مدى العمر. زوائد لحمية الأنف لا نتوقع أنه بالعملية هتكون كيور أو تكون العلاج شافي 100%. لابد من متابعة مستمرة مع الدكتور، لابد من أخذ العلاجات اللازمة، وأحيانا نحتاج توسيع الجيوب الأنفية في هذه الحالة. ممتاز. مستمعينا رح نكمل أكيد حلقتنا معاكم ورح نكمل في تواصلنا، لكن بعد الفاصل خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا والله فيكم من جديد مستمعينا، مستمعين طبابة ألف. مكملين موضوعنا لليوم عن تجميل الأنف مع ضيفنا الدكتور عبد الكريم فدا، استشاري جراحة تجميل الوجه والأنف واستشاري أذن وأنف وحنجرة. لكل اللي حاب يطرح أسئلته واستفساراته على الدكتور عبد الكريم يقدر يتواصل معنا من خلال الاتصال على 012-61-61-100 012-61-75-85. تقدر تتواصل معنا أيضا من خلال الاسم اس على STC851040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. طيب قبل الفاصل تكلمنا في آخر هذه الصيحات إن كانت خيوط تجميلية إن كانت فيلر. طيب خلينا نوصل لي أيضا ممكن تعتبر صيحة أو ممكن تعتبر مفهوم خاطئ، ممكن يكون صحيح أيضا دكتور عبد الكريم، لأن أنت اللي حتقول لنا. بالنسبة لي عملية تجميل الأنف بالليزر، هل هي موجودة فعلا ولا إحنا بس بنسمع عنها؟ طيب هذا سؤال مرة مهم صراحة، وكثير بيجيني في وسائل التواصل. حقيقة أنا حريص أني أحضر كل مؤتمرات تجميل الأنف سنويا، حتى بعد ما خلصنا زمالة الطبيب لازم يطور نفسه. ونعلم أنه في كل سنة في 3000 على الأقل معلومة طبية تتجدد على مستوى العالم، إما كان أكثر. في أكبر محافل ومؤتمرات تجميل الأنف أنا سألت معظم الدكاترة، سمعتوا عن عمليات الأنف بالليزر، والكل يعني أنكر هذا الشيء. أنا عشان أستخدم الليزر عشان أقطع الأنف ولا أعدل الأنف بالليزر لازم أمر من خلال الجلد، من خلال الغضاريف، من خلال العضلات. طب الليزر خلينا نفهم إنه هو أداة كي في النهاية، أوكي؟ باختلاف أنواعه واختلاف الفريكونسي والترددات حقته، باختصار ما في شيء اسمه عملية أنف بالليزر. أحد أو بعض المدعين جذب التجاريا جذب الناس ادعى في دولة عربية أنه يعمل عمليات الأنف بالليزر، وتوضح تماما أنه هو ما عنده أي بحث طبي والكلام هذا كله خاطئ وما بيعمل عمليات تجميل الأنف بالليزر. فما في شيء اسمه تجميل الأنف بالليزر مطلقا أبدا أبدا، غير موجودة أبدا. يعني الليزر تعددت مهامه لكن تجميل كامل بالليزر غير موجود أبدا. طيب جميل جدا، حلو. خلينا كمان نتكلم عن نقطة تعتبر مهمة، لأنه اليوم حصل حلقتنا بتدور حول عملية تجميل الأنف. خلينا نتعرف فعلا عملية تجميل الأنف داخليا وخارجيا كيف تتم، خلينا نتخيلها مع بعض دكتور عبد الكريم. أول شيء لابد من أخذ التاريخ الصحي، نشوف عندك مشكلة أنت تعاني من إيه،
هل تعاني من مشكلة شكلية، تعاني من مشكلة تنفسية، عندك مشكلتين مع بعض، وصولا إلى التشخيص. بعد كذا نحط خطة علاجية، أنا أحط خريطة أوري المريض ترى هذا الغضروف حقك، هذا اللي فيه مشكلة، هذه العظمة يبغى لها تعديل، وهنا في عدم يعني تناظر بين جهتين الوجه، عدم تناظر بين جهتين الأنف. بعد كذا استوعب المريض هو حيروح فين الخطوة اللي بعد كذا، استخير المريض ويفكر كويس، لأنه في النهاية هو قرار جراحي ما في رجعة فيه. تعمل عملية في نفس اليوم ما بين بنج عام وأحيانا بنج موضعي، في حالات بسيطة نعمل فيها بنج موضعي، يتم فتح الأنف من الداخل، تعديل الغضاريف ممكن بالمنظار، نستعين بالله ثم بالمنظار لتعديل الانحرافات الداخلية، وناخذ جزء من الغضروف الداخلي مع المحافظة على معظم الغضروف تقريبا سنتي نص من الأمام من الأعلى عشان ما يسقط الأنف لإعادة تشكيل الأنف. المدرسة القديمة كانت مدرسة استئصال كثير من الغضاريف، لو جينا شفنا الناس في السبعينات الثمانينات نلاقي أنوفهم جدا صغيرة والغضاريف كثير مستأصلة، ولازم ما كانت عندهم رؤية بعيدة الأمد، يعني رؤية 10 سنوات بعد كده، يعني أنت في وقتها تكون النتيجة مرة حلوة، بس بعد 10 سنوات يصير فيه تشوهات، يصير الأنف متقلص جدا، كثير من الغضاريف غايبة. فالمدرسة الحديثة هي إعادة تركيب وتشكيل الأنف، لو الغضروف كبير نعيد تشكيله، نستأصل ما يمكن استئصاله، حتى عادة الشيء اللي نستأصله نعيد تركيبه بشكل ما أو آخر عشان إعادة هيكلة الأنف. أهم شيء في الأنف هو تعديل العظام، تعديل الغضاريف في منطقة المنتصف وأرنبة الأنف، إذا سوينا ألايمنت أو عم عدلنا هذا بشكل أقرب للطبيعي، لنقول طبيعي لأن الطبيعي خلقة الله وإحنا لا نحاكي خلقة الله، لكن أقرب للطبيعي وصولا إلى النتيجة اللي تكون مرضية. لازم نفهم حاجة مهمة جدا يا جماعة الخير، الطبيب ليس في يده عمل المعجزات، ليس في يده نعمل ميركل، إحنا أي طبيب في العالم أفضل طبيب في العالم، كلنا نحاول نسدد ونقارب، وثقوا تماما أنه ما في طبيب لو صارت معاك مضاعفات مو معناته خطأ طبي، إحنا عندنا كلمة خطأ طبي هذه مصطلح شائك صراحة بيفهم غلط، في مضاعفات طبية واردة في أفضل المراكز الطبية على يد أفضل الجراحين في العالم، كلمة مضاعفات طبية يعني هذه نزيف، ألم، تورمات، اختلاف بين الجهتين، هذه كلها مضاعفات طبية وارد أنها تحصل، طبيب غير معصوم عن أنه هو يعمل هذه المضاعفات، إنما الخطأ الطبي ولا الطبيب ناسي مقص جوة الأنف، الطبيب ناسي غرزة جوة الأنف، الطبيب ما الإهمال الطبي حاجة ثانية، لكن المضاعفات الطبية هذه واردة ولازم نستوعبها. يمكن أتشعب في مواضيع كثير، بالعكس جميل أرجع. جدا الموضوع في النهاية اللي وصلت له، لأنه فعلا في أحيانا نختلط علينا موضوع الخطأ الطبي كيف، وكيف لما يكون فعلا عندي مضاعفات طبيعية بعد زي عملية أنف تجميلي يعني. ممتاز، خلينا نروح لعبد الله. مساء الخير يا عبد الله. يا مساء النور العالم، يا هلا وسهلا، تفضل يا عبد الله. لا عندي مشكلة بسيطة تقريبا. عندي انحراف بسيط ناحية اليد اليمين، الجهة اليمين ما أدري هو يسبب مشاكل في طريق التنفس أو لا، لأنه لما أجي أنام في الليل يكون عندي انسداد في أحد الفتحات الأنف ما أقدر أتنفس منها، يعني في واحدة مفتوحة واحدة مسكرة، ما أدري في هذه المشكلة من الانحراف أو لا. الانسداد عندك دائما في فتحة واحدة؟ لا، في بعض الأحيان في اليمين وبعض الأحيان في اليسار. أظن أنت تقدر تجاوب عني. ها خلاص إبراهيم حفظ الإجابة. إذن هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعي أخي الفاضل، ربنا أعطانا دورة تنفسية في الأنف، قليل من أنا نفسي ما أشعر فيها حقيقة، أنا نفسي أشعر متى أتنفس يمين ومتى، لازم أفحص نفسي عشان أعرف، فطبيعي أن نتنفس مرة من اليمين ومرة من اليسار عشان ربنا يريح المنطقة هذه من أنه يصير فيها جفاف، ويصير بتلاقي نفسك أنت بالتبادل تتنفس طبيعي، وإن شاء الله ما فيك إلا العافية، وأهلا فيك يا أخي عبد الله. تحياتي لك أخوي عبد الله، ومستمعين راح أذكركم بطرق التواصل معنا أيضا من جديد على 012-61-61-100 012-61-75-85. أيضا في صراحة استفسار، يمكن كثير من الناس أو كثير من السيدات عندهم هذه الطلبات دكتور عبد الكريم، اللي هي مثلا جيب لك صورة مثلا هيفا وهبي وتقول لك أبغى نفس خشمها، لا راح ولا جاء،
تصير معك أكيد تصير في العيادة، أبغى خشم إليسا مثلاً. موضوع الكوبي بيست هذا في عالم التجميل دكتور عبد الكريم، كيف إيش رأيك فيه؟ حقيقة إحنا هذا الشيء متعب جداً، متعب للطبيب وللمراجعة. افتقدنا القدوة وصاروا الناس بيدوروا على الفانز، الممثلة الفاشينيستا الفلانية، الفنانة الفلانية، وفي اعتقادهم أنه في تشابه أو أنه عملت أنفي حصير شبه. أولا خلينا نكون إحنا صريحين، الله يقول أفمن يخلق من لا يخلق، إحنا ما نستطيع نحاكي خلقة الله. ملامحك أنت ربنا حباكي بجمال معين، بملامح معين، كل إنسان له ملامحه وله جماله وله صفاته اللي الله أعطاه له إياها واللي خلاه مختلف عن الآخرين. مو شرط أنك أنت تكوني شبه فلانة معناته أنت جميل، مو شرط إذا أنفك كان شبه فلانة معناته أنت جميل. من أحد التجارب اللي أنا تعبت فيها، واحدة من الأخوات الله يستر عليها جاتني وقالت لي دكتور أباك تسوي لي أنف، فعملت أنفها وكانت النتيجة مرضية بالنسبة للأسرة كاملة. بس جات بعد فترة قالت لي دكتور أنا أنفي كان شبه الفنان الفلاني، كانت تقول زينب العسكري، وقت زينب العسكري فأطالع أنا ما في أي تشابه بين الأخت الفاضلة وبين زينب العسكري، يعني ما يعني ممكن أنا أشبه زينب العسكري أكثر منها، فأنت بعد ما عملت عمليتي أنا ما أشبه زينب العسكري. طيب يا بنت الحلال أنا يعني أنا ما أخذ هذا من بعين الاعتبار، أنا من شايف فيه شبه، وكل يوم والثانية هي قدامي في العيادة، كرهت أروح العيادة عشان أشوف قدامي الأخت زينب العسكري. جاني أحد الزملاء الطلاب كلية الطب الله يوفقه، قلت له تعرف الفوتوشوب؟ قال لي ايوه. قلت له الله خليك أباك تعمل لي كوتم كوبي وبيست لخشم زينب العسكري مع هذا المريض، عندي صور المريضة طبعا، المرضى بيجوا لازم يتصوروا عندي، فعمل لي صور. قلت له الآن جيبي أهلك الله خليك عشان هعمل لك عملية تغيير أنفك إلى أنف زينب العسكري. قالت طيب. جات وفرحانة جدا واكسايتد ومعها أخواتها وصحباتها قدامي على الكمبيوتر، كمبيوتر كبير. قلت لها هذه مين؟ قالت هذه أنا. قلت لها هذه مين؟ قالت زينب العسكري. هذا أنف مين؟ قالت هذا أنفي أنا. وهذا أنف مين؟ قالت أنف زينب العسكري. أخذت الأنف حق زينب العسكري حطيته على أنفها، إلى الآن أعطيتك أنف زينب العسكري، هل أنت شبه زينب العسكري؟ طلعت في كل الأخوات قالوا لا طبعا ولا واحد. ما في أي شبه. إيش ردت؟ قالت أيوة بس أنا قبل العملية أشبه زينب. خلاص هنا ما كان في داعي لكل الفوتوشوب. مستمعينا فاصل أخير من طبابة ألف، رح نرجع لكم، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في طبابة ألف، ومكملين موضوعنا اليوم مع ضيفنا الدكتور عبد الكريم فدا عن تجميل الأنف. طبعا لسه مكملين في حوارنا أكيد، لكن معنا اتصال من عبد الله، نقول مساء الخير لعبد الله. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا. مساء الخير. مساء الورد، تفضل دكتور عبد الكريم. أنا سويت عملية العام الماضي فالحاجز الأنفي، فتقريبا قعدت 6 شهور مرتاح يعني والوضع كويس عندي. بعد 6 شهور رجعت الأعراض اللي كانت تجيني قبل العملية لا زالت موجودة. لو تسمح لي إيش هي الأعراض اللي كانت موجودة؟ اللي كانت موجودة عندي انسداد في أحد ال الفتحات. نعم. كانت بعد انسداد تام، يعني مو نفس الكلام اللي قلت اللي هو حق الدورة ما الدورة الأنفية. نعم. فعملوا لي انسداد. الآن رجع الانسداد تام مرة ثانية؟ اي نعم رجع الانسداد الآن، وفي عندي واحدة من أذانية الطبلة فيها انشفطت الإذن اليسار. طيب. وقالوا لي لازم تدخل جراحي، يركبون أنبوب بين الإذن والطبلة، بين العصب والطبلة. أنبوب في الطفلة أحيانا يكون في الطبلة يكون في عندك نيجاتيف بريشر أو ضغط من جوا بسبب الحساسية. رجعت طبيبك؟ اي نعم انا موجود عند طبيبي، وعندي موعد تقريبا عمليه في شهر 8. ايش حسوي لك؟ كثير حيسووا لي الانبوب حق الاذن وبشوفون الظاهر انه قال لي في زي المخاط عزك الله في الاذن. اوكي. لا بالنسبه للانف ايش قال لك؟ قال لي تقريبا مخاط هو اللي سبب الدنيا دي كلها.
طيب هنا يعني أنا دائما أقول يعني حاول لما أنت تعمل عملية وتحتاج إلى هذا ترجع لطبيبك تشوف إيش المشكلة، هل في تحسن ما في تحسن، لو ما صار في تحسن ما دام كان في تحسن في البداية معناته ممكن صارت يعني مشاكل، أحيانا تكون التهاب في الجيوب الأنفية، أنت من وصفك في التهاب في الجيوب الأنفية وزي ما تفضلت بتقول في مخاط وفي هذا معناته هو لازم ننظف الجيوب الأنفية، فإن شاء الله المشكلة بإذن الله بسيطة وربنا يسهل أمرك إن شاء الله. اللهم طب بالنسبة لعملية الإذن تنصحني سأواصل فيها ولا أتركها كثير والله نصحوني عنها؟ إذا تحتاجها ودكتورك دكتورك قال إنك تحتاجها وسوى لك تخطيط للسمع وسوى تخطيط للسمع والعصب وكل حاجة وضبط الطبلة وكل شيء. إذن أنا في نظري لا تقعد تسمع كثير من الناس لأن الناس ما هم الأطباء. طيب المشكلة الفتوى صايرة مرة كثير، حتى اللي بيجونا عندنا في العيادة بيجوا باسم كثير من الناس، صحباتي قالوا لي الناس قالوا لي. طيب أن الإنترنت قريت في الإنترنت، حتى الإنترنت ما عاد صار مصدر موثوق لأن في أشياء كثير ما هي صحيحة فعلا. طيب دكتور عبد الكريم أيضا لاحظت مؤخرا أو كلنا لاحظنا يمكن موضوع أنه دائما كان عندنا توجه إحنا البنات أنه لما أسوي عملية تجميل قد ما أقدر أبغاه يبان طبيعي ومو ملموس، يعني كأنه ماني مسوي عملية، يعني هذا التوجه الطبيعي كان. لكن مؤخرا صار في توجه مختلف ومعاكس لهذا التوجه اللي هو أبغاه يبان غير طبيعي. هذا الشيء تواجهه أيضا في عيادتك؟ هذا يعني من الأشياء اللي يعني حسب تفكير الإنسان، زي ما تفضل الأخ قال المشكلة نفسية بالدرجة الأولى. أنا الدكتور أبغى أنفي يكون فرنسي، أبغى الرنبة تكون مرة مرفوعة، أبغى يبان إن أنا مسوي عملية. طيب ليش؟ إيش الفائدة إني أدفع فلوس وما حد يعرف إن أنا عملت عملية؟ هذا توجه بعض الناس، شريحة معينة من الناس. خلنا أدي بس قصة بسيطة ونعرف منها إيش. قبل 3 سنوات جاتني أختين، واحدة عملت لها عملية وطلعت النتيجة طبيعية وكانت جدا سعيدة. أختها الثانية جاتني بعد فترة تعاني من شوية مشاكل داخلية، ولكن طلبت إنه يكون أنفها ما تبغى بشكل طبيعي، تبغى بشكل فيك. رفضت إن أجري العملية وراحت ما شفتها. كنت في مستشفى المشفى والآن انتقلت لستار كير، وجاتني في العيادة هي وأختها. طبعا ما عندي ملفاتهم القديمة ما أقدر أراجع، بس الوجه مش غريب علي. فجات تبكي مسوية عملية وأنفها فيك، وسألتها إيش اللي صاير؟ قالت أنا سويت عملية جيتك أنت رفضت وقلت لك أنا أنفها فيك وسويت. قلت لها طيب يعني أنفك إيش المشكلة؟ وتبكي ما هي قادرة تواصل كلامها. أختها قالت والله يا دكتور هي انخطبت، فلما جاء خطيبها كان معجب جدا فيها وشغل معاها في نفس بيئة العمل. لما جو أهله شافوا أنفها كذا سألوها كيف كان أنفك قبل، يعني واضح أنك أنت مسوي عملية. قالت إيه كان صغير وأنا سويت بس عشان يعني عنده مشكلة تنفسية. فيبدو لي صار خلاف على النقطة هذه من الأهل وصالها إلى الخطيب، فما توفقت في الخطبة نفسها. فإيش بتقول لي دكتور رجع لي أنفي الأولاني، لا أبغى تجميل ولا أبغى يرجع زي ما كان، أنا ما أبغى الفيك. ليش؟ لأنها تأثر بكلام الناس، تأثر أكيد. بكلام بغض النظر هم صح هم غلط، فالله خلقنا طبيعي ليش نصير فيك؟ يعني أنا أشوف بعض الناس زي الكات آيز، بعض الناس يسحبوا عيونه ويشدوها لأعلى درجة فوق، تكون ربنا بديك عيون كبيرة وجميلة. بالعكس عكسنا في كوريا وفي الصين بيتعبوا جدا عشان يسووا عمليات عشان يوسعوا شوية العين، 1 ملي 2 ملي، وهنا يقولك أبا كات آيز ولا أبا. أنا هذه الصيحة وهذه الموجة أنا أعتقد إنها ضد خلقة الله الجميلة والطبيعية، فالله يكون في عونهم، وأنا ضد هذه الموجة تماما. طيب أبغاك تختم حلقة اليوم دكتور عبد الكريم برسالة لكل اللي بيسمعونا الآن، إن كان في شخص فيهم عنده نية أنه يجرى عملية تجميل الأنف، أو في حال هو أجرى عملية تجميل الأنف والآن ممكن يكون مستمتع بالنتيجة وإلى آخره، فكلمة بسيطة توجهها لتختم هذا اللقاء المميز دكتور. طيب أول شيء أشكركم بالدرجة الأولى وأشكركم في اللقاء الجميل صراحة والتحضير الرائع. النقطة الثانية أختي الفاضلة أختي الكريم، أنت جميلة زي ما أنت جميلة، بحجابك جميلة، بشكلك جميلة، بسمرتك بصبغتك بأنفك. طيب لازم تعرف أنه ربنا أعطاك نعمة. مثل إن قال من اشترى ما لا يحتاج أحوجه الله يوما أن يبيع ما يحتاج. إذا أنت ما تحتاجي ما في نيد ما في نسيسيتي ما في
ضرر واقع على أنفك لا تجري العملية. إذا ما كان في مشكلة تنفسية وشكلية لا تجري العملية. أنت كذلك إذا ما في مشكلة لا تجري العملية. إذا في تجانس ما بين الأنف والوجه مو لازم يكون الأنف مرة صغير حيطلع مرة حلو، مو لازم العملية حتخلي أنفك أجمل من ذي قبل. فأنا أسأل الله أن ربنا يعني يجعلنا راضين داخليا وخارجيا بقناعة تامة عن نفسنا وعن أنوفنا، وأنه ما نجري العملية إلا إذا احتجنا. جميل جدا دكتور عبد الكريم، وأنا بدوري أيضا وألف ألف أف أم تشكرك على وجودك اليوم معنا في طبابة ألف. يعطيك ألف عافية يا رب. يسلم رب، شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل. مستمعينا شكرا لكم على طيب الاستماع، تحياتي لكل تواصل معنا من خلال اتصال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاسم اس. تحياتي لكم جميعا، تقدر ترجع تسمع الحلقة من جديد غدا أكيد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF FM، ولقائي رح يجدد فيكم بكرة بنفس الموعد من الساعة 1-2 الظهر في عيادتكم المسموعة برنامج طبابة ألف. كنت معكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.